إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، لا زال حديثنا في صفات المنافقين ونعوتهم في القرآن الكريم، انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من أبرز صفات المنافقين الواردة في القرآن الكريم أنهم لا يتحاكمون إلى شرع الله تبارك وتعالى، بل يصدون ويعرضون عن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه. الله تبارك وتعالى أيها الأحبة في الله أنزل الكتب السماوية لتحكم بين الناس، ورد ذلك في غير ما آية من القرآن الكريم، من ذلك قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل الكتاب على الأنبياء، والكتاب هنا جنس الكتاب، كل الكتب السماوية. لماذا أنزل؟ ما الحكمة؟ ليحكم، أي الكتاب، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فكتاب الله هو الحاكم بين الناس، هو النظام والدستور والقانون الذي يفصل بين الناس في الخصومات، والذي يجب التحاكم إليه. أجمل هنا تبارك وتعالى، ثم فصل في مواضع أخرى من القرآن الكريم، مثلا في سورة المائدة التي هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى ذكر الكتب السماوية الثلاثة التي هي أعظم الكتب السماوية. ذكر هذه الكتب التوراة والإنجيل والقرآن على هذا الترتيب، ثم ذكر في كل منها حكمة إنزاله تبارك وتعالى. لماذا أنزل؟ قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعدها مباشرة، ولا زال الحديث في أهل التوراة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم ذكر أهل الإنجيل
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم إلى أن قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم ذكر بعد ذلك أعظم الكتب على الإطلاق، وهو هذا الكتاب العظيم القرآن، فقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. بعدها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله، إلى أن قال تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما عدا الكتب السماوية فهو حكم الجاهلية، كل القوانين، كل الدساتير، كل الأعراف، كل التقاليد المخالفة لدين الله فهي جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله تبارك وتعالى لم ينزل هذه الكتب لمجرد القراءة والتلاوة ولمجرد التبرك ووضعها في الرفوف، وإنما أنزل هذه الكتب ليتحاكم إليها ولتحكم، قوانين تحكم تسيطر على حياة الناس، تفصل بين الناس في الخصومات في كل شؤونها. طيب، إذا كان هذا هو المقصود من إنزال هذه الكتب، فما موقف المنافقين من ذلك؟ موقف المنافقين الصد عن كتاب الله والسدود عنه، الإعراض والتحاكم إلى غير كتاب الله تبارك وتعالى من الأنظمة الوضعية البشرية. هذا هو موقفهم، دائما يخالفون التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، وهذه سمة ظاهرة في أهل النفاق في كل زمن، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان شأنهم، حتى في ظل دولة وحكومة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يعارضون التحاكم إلى شرع الله. سطر ذلك الكتاب في غير ما آية، ولنكتفي من ذلك بموضعين. الموضع الأول في سورة النساء، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الحاكم والمحكوم، الراعي والرعية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقبلها الآية التي خاطب تبارك وتعالى بها الحكام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم بعدها هذه الآية التي خاطب تبارك وتعالى بها الرعية والراعي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي في شيء فردوه إلى الله والرسول. لاحظ الشرط بعده: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، لأن مقتضى الإيمان الصحيح التحاكم عند التنازع إلى شرع الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ثم ذكر بعد ذلك مباشرة موقف المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم يقولون آمنا بالله، يقولون آمنا بما أنزل على محمد، يقولون بأفواههم آمنا بما أنزل من قبل محمد، آمنا بكل الكتب، آمنا باليوم الآخر، آمنا بالله، هكذا يقولون. لكن عند التحاكم يتحاكمون إلى الطاغوت. الطاغوت أصله الشيطان، ويطلق عليه كل متبوع ومطاع ومعبود ومتحاكم إليه في باطل. ولهذا الذين يتحاكم إليهم في القوانين البشرية الوضعية هم طواغيت. طواغيت، كل من يتحاكم إليه في الباطل فهو من الطواغيت. والأنظمة الوضعية هي أنظمة الطواغيت، يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله تبارك وتعالى أمرهم أن يكفروا بالطاغوت وبأنظمة الطواغيت، لكنهم لا يلتزمون بأمر الله ولا يطيعون الله في ذلك، بل يخالفون ويتحاكمون إلى هذه الأنظمة وإلى الطواغيت. وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله، تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى سنة الحبيب، تعالوا إلى شرع الله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في رجلين، أحدهما منافق من أهل المدينة والآخر يهودي، صارت بينهما مدارعة، منازعة، خصومة. فقال اليهودي تعالى نتحاكم إلى محمد، لأنه كان يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يجور في الحكم ولا يأخذ الرشوة. وقال المنافق لا، تعالى نتحاكم إلى الكاهن الفلاني من كهان المدينة، لأنه كان يعرف أنه يأخذ الرشوة ويجور في الحكم. فأنزل الله هذه الآية، منافق يتحاكم إلى الطاغوت، إلى أن قال تبارك وتعالى في نهاية هذه الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسألة واضحة، المسألة واضحة في غاية الوضوح. الموضع الثاني أحبتي في الله في سورة النور، يقول الحق تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. لاحظ هنا آمنا بالله وبالرسول، لم يكتفوا بهذا حتى أضافوا إليه وأطعنا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بعد أن قالوا هذه المقولة بأفواههم يعرضون عن تحقيق هذه المقولة، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. الله حكم عليه وما أولئك بمؤمنين، كذبة. الله يشهد أنهم كاذبون بقولهم هذا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
إذا ظنوا واعتقدوا أن الله يحكم لهم وأن الرسول يحكم لهم واعتقدوا أن الحق في جانبهم يأتون إلى الرسول مستسلمين مذعنين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ما الذي فيهم؟ أفي قلوبهم مرض أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله؟ ما الذي يصرفهم عن التحاكم إلى شرع الله؟ بل أولئك هم الظالمون. والمقصود بالظلم هنا هو الظلم الأعظم الذي هو النفاق والكفر. ثم بعد ذلك ذكر تبارك وتعالى موقف أهل الإيمان عندما يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا قيل للمؤمن تعال تحاكم إلى شرع الله، تحاكم إلى كتاب الله، تحاكم إلى سنة الحبيب، تحاكم إلى تعاليم النبوية، ليس أمامه خيار إلا أن يقول سمعت وأطعت ويستسلم. أما المنافق فهو يلتوي، فهو يراوغ، فهو يخالف، فهو يعارض، فهو يذهب إلى الأنظمة الوضعية ويختار ويأثر عليها ويأثر بها على شرع الله تبارك وتعالى. هذه سمة وعلامة من علامات المنافقين، وهذا ظاهر في هذه الأيام. أحبتي في الله، تجد في طوائف ممن يصلي ويصوم، ممن يحج ويتابع الحج والعمرة، يقول لك في نفس الوقت الإسلام لا يصلح ليحكم العالم اليوم، ثم يطعم في أحكام كتاب الله وسنة الحبيب ويقول أتريدون يا جماعة أن تحكم هذه الشريعة المتخلفة الرجعية على هذا العالم المتطور؟ أي كفر أوضح من هذا الكفر؟ أي كفر أصرح من هذا الكفر؟ ما الذي بقي للديمقراطيين وبقي للعلمانيين وبقي للليبراليين وبقي لهذه الطوائف المجرمة التي نبذت شرع الله تبارك وتعالى وكتاب الله وراء ظهورها واستبدلت الأنظمة الوضعية بكتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ثم لم تكتفي بهذا حتى تحارب شرع الله وتجعل جريمة لا تغتفر كل من يدعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو مجرم ويجب أن يحاكم، يعدم، يسجن، يعاقب. لماذا؟ لأنه دعا عباد الله إلى شرع الله، أصبحت جريمة لا تغتفر. ومع ذلك هؤلاء يصلون، وهؤلاء يصومون، وهؤلاء يعمرون بيوت الله، وهؤلاء يتابعون الحج والعمرة. ماذا تقول؟ وهكذا كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. نعم كان يصلي وكان يصوم وكان يحج وكان يفعل، إلا أنه كان يعارض كثيرا من شرع الله تبارك وتعالى، وكان يظهر ما ليس في قلبه. شأنه شأن سائر المنافقين. أيها الأحبة في الله، إن كنت مؤمنا حقا فلا خيار لك أمام شرع الله تبارك وتعالى. ليس عندك اختيار، ليس عندك اختيار، بل أنت مجبر، أنت مجبر بمقتضى الإيمان
للتحاكم إلى شرع الله عند القدرة والاستطاعة عند الاختيار. لهذا قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس أمامك خيار، ليس أمامك خيار، ليست المسألة مسألة اختيار، وإنما المسألة مسألة كجماعات كقبائل. بإمكانك أن تتحاكم إلى شرع الله وإلى أهل العلم وأولي الأمر هؤلاء، ومع ذلك باختيارك تخالف وتذهب إلى المحاكم الوضعية، ثم تأتي بعد ذلك لتصلي في المسجد وتقول: أنا مؤمن بالله واليوم الآخر. مؤمن بالله واليوم الآخر يا جماعة؟ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يزعمون. يجب عليك وأنت مؤمن أن ترجع إلى الله وإلى الكتاب عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا ندرك اليوم سعة النفاق والمنافقين وسيطرتهم على مقاليد الأمور وظهور شأنهم في العالم اليوم، إلى أن وصل بهم الأمر بإنكار الثوابت الشرعية، بمحاربة شرع الله تبارك وتعالى جهرا وعلنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.